الأمريكان حالفين بالله أن الشركات الصينية بتبقى محظورة في أمريكا. كل المنتجات الصينية بالنسبة للأمريكان فيها أجهزة تجسس. أمريكا والصين بينهم حروب اقتصادية ما تخلص، لدرجة أن عندما استلم ترامب حكم أمريكا أول شيء سواه حارب هواوي الصينية. طيب ليش يا مستر بريزيدنت؟ هواوي اللي أطلقها التنين الصيني شركة عملاقة جبارة، والتكنولوجيا المستخدمة فيها متطورة، وهذا اللي مخوف أمريكا. خلوني أخبركم قصة قبل لا ندخل في صلب الموضوع. وايد من زمان، منذ حوالي 84 سنة، وبالتحديد في 28 أغسطس سنة 1939، كانت الصحافية البريطانية كلير هيلين وولف تمشي بسيارتها وتمر بالقرب من الحدود الألمانية البولندية، وبطريقها بالصدفة شافت تجمع كبير من القوات الألمانية معدية بالدبابات والمدرعات والمدافع، مستخدمة وادي واسع على طوله كامل. لما كلير شافت هالمشهد فهمت تماما أن الألمان ناويين يدخلون بولندا، وهذا رغم عدم وجود أي تصريح رسمي بهذا الشأن من قبل الألمان. ويا أخي في هذه اللحظة وعلى طول جات كلير واتصلت بمكتب الأخبار في صحيفة ديلي تلغراف في لندن عشان تبلغهم بالخبر، بس العالم ما كان عارف شيء عن هذه القصة. واليوم اللي بعدها اللي هو 29 من أغسطس نشرت ديلي تلغراف الخبر اللي هو هز العالم أجمع، واللي البعض يعتبره أعظم سبب صحفي في التاريخ. بعد يومين من نشر الخبر بالضبط في الأول من سبتمبر سنة 1939، بدأت القوات الألمانية بقصف أورسو وعبرت الحدود البولندية، وهالحركة سبقت الحرب العالمية الثانية. الحروب عادة عزيزي المشاهد يحصل فيها أشياء، وفي الغالب يطلع لنا خبر رسمي أو غير رسمي يكشف لنا معلومات من غير نفي أو تأكيد من القنوات الرسمية، وهذا اللي صار مؤخراً في حرب الرقائق الإلكترونية اللي طاحت بين أمريكا والصين في أواخر أغسطس 2020. العالم كله عزيزي المشاهد اندهش لما سمع إعلان هواوي أو شركة هواوي الصينية العملاقة عن جهاز جديد اسمه ميت 60 برو. واللي لفت الانتباه أكثر في الجهاز هي مواصفاته اللي تضاهي هواتف الـ 5G. وهنا الغريب في الموضوع، اتضح أن الموبايل فيه معالج 7 نانومتر. كيف 7 نانومتر؟ خلوني أخبركم. اللي نعرفه هو أن الصينيين ما قدروا يوصلون لمستوى إنتاج المعالجات مثل الأمريكان، والمفروض أن العقوبات الأمريكية تمنع الصينيين من تصنيع أو شراء تكنولوجيا حديثة للوصول إلى هذا النوع من المعالجات. ومن المفترض أيضاً أن العقوبات الأمريكية صارمة لدرجة أنها تقريباً ما فيها أي ثغرة تسمح للصين أنها يستغلونها. وحدث شيء جديد بشركة هواوي. شركة هواوي هذه عزيزي المشاهد سحبت التليفون ولم تكن مستعدة للحديث أو الإفصاح عن أي تفصيل بشأن المعالج، وهذا اللي خلى الصحفيين ووسائل الإعلام العالميين يمرون بأيام يسألون فيها المسؤولين عن المعالج وقدراته بالتحديد، لكن المصيبة أنهم ما كانوا يتلقون أي جواب. وأيضا عزيزي المشاهد ومن المثير للدهشة، مين صنع المعالج؟ هل كانت هواوي؟ طبعا هواوي رفضت الإفصاح عن هذا الشأن أو أي تفصيل بخصوص هذا المعالج، على الرغم من أن العادة تقتضي من شركات الهواتف المحمولة الإفصاح عن مواصفات المعالج عند إطلاق هاتف جديد، وهذا ما كانت هواوي تفعله في الماضي، لكنها حاليا رفضت التعليق بشكل كلي. الموقف حاليا عزيزي المشاهد
كما يلي: الصينيون يرفضون الحديث، والأمريكيون على الجانب الآخر لا يزالون غير متأكدين مما حدث بالضبط. لذلك قاموا بفتح تحقيقات رسمية لمعرفة ما إذا كان الصينيون قد حصلوا على المعالج المتقدم أو صنعوه بأنفسهم. في ظل حالة النقص في المعلومات هذه، تظهر بعض المصادر والتقديرات غير الرسمية اللي تكشف لنا بشكل كبير عن الأحداث الفعلية. المهم في ناس فتحت التلفون وشرحتها عشان تعرف إمكانياته وقدراته ومين صنعه وكيف صنعه، وتوضح أنه ممكن يكون في تصعيد قريب في حرب الرقائق اللي قاعدة تدور بين الصين وأمريكا، وحركة المعالج الموجود في هاتف مات 60 برو. الأمريكان كانوا مفكرين أنهم حاصروا الصينيين وكتفوهم، وخاصة بعد إجراءات أكتوبر 2022 الشهيرة، لكن من الواضح أن أخواننا الصينيين عرفوا ثغرة ما وخرجوا منها. السؤال الحين عزيزي المشاهد، المعالج الموجود في هذا الهاتف من وين جابوه؟ أو مين صنعه؟ وهل خلاص يعني الصينيين عرفوا طريقة تصنيع المعالجات 7 نانومتر؟ وهل الأمريكان رح يقعدون يتفرجون عليهم؟ وهذا اللي مستحيل يصير. أكيد هذا كله بنعرفه في هذه الحلقة، لأني أنا سالم محمد وهذا برنامج دراهم. في 27 أغسطس عام 2023 وصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريمندو العاصمة الصينية في زيارة عمل مدتها 4 أيام. الصينيين يعرفون جينا عز المعرفة، لذلك كان لهذه الزيارة اهتمام خاص وبالغ التقدير، لأن جينا تعتبر الرأس الكبير والعقل المدبر في الجهود الأمريكية المبذولة في سبيل تدمير قطاع التكنولوجيا في الصين. أثناء وجودها في الصين، استغل الصينيين وجودها عشان يسوون تحدي لجينا بشكل خاص وللإدارة الأمريكية بشكل عام. وهذه الحركة اللي فيها نوع من التحدي كانت عبارة عن إطلاق هواوي عن هاتفها الجديد اللي أطلقت عليه اسم مات 60 برو. وكما هي العادة، أصبحت الأخبار تتكلم عن هذا الهاتف وترند في كل وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، والكل شاف الإعلان عن هذا الهاتف. هو ضرب من ضروب التكبر والتجبر من الصين على أمريكا. المهم، الهاتف اللي كان سعره حوالي 960 دولار صار في أيدي الكثيرين من الناس بشكل سريع وجنوني، لأنه كان واضح أن الكميات المعروضة في السوق كانت قليلة. ولكن على الرغم من هذا، الضجة صارت كبيرة بعد ما الناس بدأت تستخدم الهاتف وتنشر تجاربها على وسائل التواصل الاجتماعي. ببساطة، الهاتف يملك العديد من المزايا، وأبرزها كانت قدرته على الاتصال بالأقمار الصناعية وسرعته الهائلة في تحميل البيانات بسرعة 350 ميجا في الثانية. الإمكانيات هذه هي إمكانيات هواتف الـ 5G، لكن اللي العالم ما يعرفه أن هواوي طول عمرها تصنع 4G. حتى لو فكرت أنها تدخل في مجال الـ 5G، فهي تعرف تماماً أنها محتاجة معالجات متقدمة وايد، على الأقل معالج 7 نانومتر. وهني الاستغراب والتساؤل، كيف هواوي صنعت هاي الهاتف بميزات وقدرات توازي هواتف الـ 5G، مع أن الصين ممنوعة من شراء أو حتى تصنيع معالجات 7 نانومتر والأجيال الأحدث اللي تستخدم في تصنيع هذه الهواتف. يعني ببساطة، هذا اللي كان شاغل فكر الجميع وخلاهم يركزون على المعالج الموجود في هذا الهاتف. وهذا يتركنا أمام توقعين اثنين: أما الصين قدرت تصنع هذا المعالج بنفسها، واللي يعتبر إنجاز ضخم وكبير في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية على أنقاض الحصار التكنولوجي الأمريكي المفروض عليهم، أو أن الصين بالفعل قد استخدمت هذا المعالج من مخزونات الرقائق الإلكترونية اللي اشتروها قبل الحصار الأمريكي اللي انفرض عليهم غصبا عنهم. طيب سالم، شو هي الحقيقة؟ وين الإجابة الصريحة؟ خبرنا. طيب خلوني أخبركم ونتعمق أكثر لنعرف هذه الإجابة. تيك إنسايت الكندية المتخصصة في أبحاث الهواتف تعاقدت مع شركة بولوميرغ الأمريكية علشان يأخذون هاتف هواوي وتفككونه وتعرف المعالج الموجود داخله، شو إمكانياته بالضبط ومين صنعه، وهذا اللي صار بالفعل. وحسب تحليلات تيك إنسايت، تبين أن بالفعل هذا المعالج هو معالج 7 نانومتر، واللي صنعه هو شركة أشباه المواصلات الصينية المعروفة SMIC. وهنا كانت الصدمة، لأن المعروف عن SMIC أن أعلى جيل تعرف تصنعه هو معالج 14 نانومتر، واللي هو أقدم بكثير من معالج 7 نانومتر.
معالج هواوي كان صدمة الكترونية توجهت لأمريكا وخلتهم محتارين على طول. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إنه رح يكون متحفظ في التعليق على التلفون من هواوي والمعالج اللي فيه، لحتى تتاح الفرصة لأمريكا تجمع معلومات أكثر عن اللي صار بالضبط. بعد يوم الحكومة الأمريكية فتحت تحقيق رسمي عن المعالج اللي في التلفون الجديد من هواوي، وفي هذا السياق المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية أطلق تصريح مثير للاهتمام وقال أن القيود اللي فرضوها على هواوي من سنة 2019 ساعدت في نقصان قوتها وضربت مصالحها ودفعتها تعيد بناء نفسها من جديد، وهالشيء زاد من كلفة الحكومة الصينية بشكل كبير. طيب السؤال هني، كيف تحول العملاق الصيني إلى شركة ضعيفة وكيف أصلاً تقدر أنها تنافس أبل؟ بالرغم من أن هذه المعلومات مش مؤكدة بشكل نهائي، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب كان أول واحد يشن هجومه على التكنولوجيا الصينية، وكان يركز خصوصاً على هواوي ويمارس الضغط عليها حتى هزمها وتدمرت في سوق الهواتف الذكية. وما كان ترامب ولا الصينيين يتوقعون أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يكون أقسى في التعامل مع الصين، حيث أظهر بايدن تصريحات أقوى من تلك اللي كان يتبناها ترامب في فترة رئاسته. فأقوى خطوة كانت الإجراءات اللي أعلنت عنها وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر 2022، حيث صدرت مجموعة من اللوائح من مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة بغرض تقييد قدرة الصين على شراء وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة. هدفت تلك اللوائح إلى منع شراء وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتطورة منذ سنتين، ومش مجرد وقف تقدم صناعة التكنولوجيا الصينية، بل كانوا رايدين يرجعون الصناعة الصينية إلى الماضي، إلى زمن الأبيض والأسود. كانت الإجراءات اللي أخذتها وزارة التجارة الأمريكية شديدة وصارمة. وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز قال غورغيور إلن مدير وداني سنتر للذكاء الاصطناعي أن في يومين مهمين لازم نبقى مركزين عليهم. الأول في 24 فبراير 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا، والثاني في 7 أكتوبر 2022 عندما استهدفت وزارة التجارة الأمريكية قطاع التكنولوجيا الصيني بإجراءات غير مسبوقة. اللي صار ب 7 أكتوبر رح يبقى في ذاكرة الصينيين للأبد، والإجراءات اللي انفرضت كانت موضوعة بحيث أن الصين ما تشم ريحة المعالجات 7 نانومتر في حياتها، أو حتى الأحدث منها مثل 5 و3 نانومتر. لوائح وزارة التجارة الأمريكية كانت واضحة، ما ينفع أي شركة في العالم تروح تبيع للصين أي آلة تستخدم في تصنيع الشرائح المنطقية 16 نانومتر والأعلى منها بدون ما تأخذ ترخيص مسبق من وزارة التجارة الأمريكية. وبما أن الأمريكان ما عطوا أي حد الترخيص هذا، والصينيين أصلاً عمرهم ما كانت عندهم الآلات اللي تصنع الأجيال الحديثة من المعالجات، فنرجع لنفس السؤال من جديد. المعالج 7 نانومتر الموجود في تليفون هواوي الجديد SMIC الصينية كيف صار بالهاتف؟ مين صنعه؟ وكيف جاء لهذا الهاتف؟ في البداية الرقائق الإلكترونية أو المعالجات يتم تصنيعها باستخدام آلات الطباعة الحجرية. هذه الآلات لها نوعين أساسيين، كل نوع يشتغل بطريقة معينة. النوع الأول هو اللي شغال بتكنولوجيا ديب ألترا فيوليت، ومعظم الآلات الطباعة الحجرية المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية شغالة دوف. والشركات اللي تصنع الدوف هم 3 شركات، الهولندية SML واليابانية كونون وشركة نوكيا. طبعاً هذه الآلات بالعادة تستخدم لتصنيع شرائح والمعالجات 14 نانومتر والأجيال الأقدم منها، وطبعاً هذه الآلات بالفعل موجودة عند SMIC الصينية، لكن وفي سبيل تصنيع معالجات 7 نانومتر الصين محتاجة النوع الثاني من هذه الآلات اللي تعمل بتكنولوجيا EUV، وهي الآلة الأكثر تعقيداً وتطوراً في العالم. وبدون ما أبالغ، هذه الآلة هي أعظم آلة صنعها الإنسان، تحفة هندسية فريدة بطريقة معقدة. الآلة هذه هي اللي تقدر تصنع المعالجات المتطورة مثل 7 والخمسة والثلاثة نانومتر. وبالتالي لما نشوف بلد مثل الصين قدر يصنع هواتف بمعالج 7 نانومتر، أكيد لازم نعرف وقتها أن الصين حطت لمستها على آلات الـ EUV. لكن في الحقيقة مش هذا اللي حدث، ومستحيل أنه يحدث. الشركة الوحيدة اللي ممكن أنها تصنع آلات الـ EUV هي شركة ASL الهولندية، اللي منعتها أمريكا من بيع هذه المكنات للصين تحت أي ظرف ومقابل أي ثمن. طيب سؤال يطرح نفسه الآن، ما دام الصين ما عندها EUV، كيف صنعت معالج كرين 9000S
السبعة نانومتر، وهذا المعالج هو نفسه الموجود في هاتف هواوي. بكل بساطة يكون الجواب أنهم قدروا يصنعون هذا المعالج باستخدام آلتهم القديمة اللي شغالة بتقنية الدوف. عام 2022 شركة تك إنسايت قالت أن شركة SMIC الصينية قامت ببعض التعديلات في آلات الدوف حتى تكون قادرة على تصنيع معالجات السبعة نانومتر، وفي الغالب المعالجات الموجودة في هذا الهاتف هو مصنوع عن طريق الآلة القديمة اللي تم تعديلها. طبعا هذا يعتبر للوهلة الأولى إنجاز عظيم يحسب للصين، لكن في تصنيع مثل هذا المعالجات بطريقة قديمة توجد مشكلة مهمة. وش هي سالم؟ طيب خلوني أخبركم. في مصطلح رائد في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية اسمه يلد ريت، ويعبر عن نسبة الشرائح السليمة من إجمالي الشرائح المنتجة. ومثل ما حنا عارفين، فكرة صناعة الشرائح قائمة على وضع أكبر عدد ممكن من الترانزستورات على نفس الشريحة. الشريحة أو الرقائق الإلكترونية 7 نانومتر مثلاً ممكن يكون عليها 20 مليار ترانزستور. إذا كان في غلطة أو مشكلة في ترانزستور واحد من العشرين مليار، ممكن تتعطل الشريحة بالكامل أو أنها ما تشتغل بنفس الكفاءة. علشان شي، كفاءة الشركات في إنتاج رقائق إلكترونية تقاس بنسبة الشرائح السليمة من إجمالي الإنتاج. بعض شركات الأبحاث تشير إلى أن يلد ريت للشركة الصينية في إنتاج الشرائح السبعة نانومتر أقل من 50%، يعني أكثر من نصف الإنتاج، وهذا شيء مفهوم جداً بالنظر إلى أن الصينيين يستخدمون آلات DUV معدلة في صناعة الشرائح، مش مثل الآلات الأصلية اللي تشتغل بالـ EUV. وبالتالي على الرغم من العزيمة والإصرار اللي عند الصينيين وتحديهم المثير للإعجاب في تجاوز القيود الأمريكية، إلا أن محاولتهم في تصنيع شرائح 7 نانومتر باستخدام الـ DUV أو الدوف هي محاولة أضعف من أنها تكسر الحصار الأمريكي الشديد المفروض على صناعة أشباه الموصلات، وبالتالي هذا لن يساعد هواوي كثيراً على استعادة مكانتها السابقة. يا جماعة، لا يزال منذ 3 سنوات فقط، وتحديداً في الربع الثاني من عام 2020، كانت هواوي أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم فوق سامسونج وأبل، لكن تمكنت الشركة حقاً من الحصول على المعالجات السبعة نانومتر، وستعود بقوة وتنافس بقوة مع أبل حتى لو كانت متأخرة شوي. تعرفون أن المعالج السبعة نانومتر الموجود في أحدث هواتف هواوي ميت 60 برو استخدمتها أبل أول مرة قبل 5 سنوات، وتحديداً في عام 2018. طبعاً أبل ما قامت وصنعت هذه المعالجات بنفسها، بل اشترتها ببساطة من TSMC التايوانية، وهذه الشركة نفسها ممنوع أنها تبيع هذه المعالجات لهواوي. وأخذ لك بعد، حتى الثغرات اللي يعتمد عليها الصينيين مثل تقنية DUV، يعني الأمريكان يسكرونها في وجوههم بعد مرة ثانية. من الأول من سبتمبر 2023، شركة SM الهولندية اللي هي أكبر مصنع لمجالات إنتاج الرقائق الإلكترونية في العالم، ما تقدر تبيع أجهزة DUV للصين إلا لما تستأذن من الحكومة الهولندية وتجيب ترخيص منها. هالخطوة جات تحت ضغط من إدارة الرئيس جو بايدن الأمريكي طبعاً. باختصار، الأمريكان مصممين يمنعون الصين بأي ثمن تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية لتساعد في تطوير قدراتهم العسكرية والتكنولوجية، مثل تطوير الأسلحة المتقدمة وتقدم الذكاء الاصطناعي. وهذا يخلينا نسأل، هل القيود الأمريكية على الصين ممكن تسبب تأثيرات عكسية؟ هل ممكن تحفز القيود الصين على تسريع وتيرة التطوير والابتكار؟ مشاهدين، أعطونا مقترحاتكم وآراءكم وطريونا في حلقات قادمة. أنا سالم محمد وعبر شاشة قناة الظفرة، أتمنى لكم حياة سعيدة.